بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي في هذا اليوم العظيم الذكرى 57 لثورة أكتوبر المجيدة. ظللنا لما يزيد عن 5 عقود نبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ بثورة أكتوبر في العام 64. أحيي اليوم الملايين التي خرجت في كل مدن وقرى وأرياف السودان ودول المهجر لتؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وشعار ثورة ديسمبر: حرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب. لقد أثبتتم اليوم تمسككم بالسلمية والتزامكم بالسير في درب الحرية والديمقراطية والتحول المدني الديمقراطي. لقد أسمعت الجماهير صوتها وأوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للرد عنها. عهدي معكم نواصل العمل على إكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف وشعارات الثورة. أحييكم مجددا وأشيد بالدور العظيم الذي ظلت تطلع به الشرطة في حماية المواكب وكل وسائل التعبير السلمية. شكرا لكم.